طيب اذا نشرنا المقال وحماتك الست عفرت بدلت الفحص شو بدنا نقول للغراء؟ اخي انا عاوز اروح على فنجان قهوه، اذا نجحت الهجره ما نجحت الهجره انت بتكون كسبت فنجان القهوه وانا بكون كسبت عزيمتك. انا مش فارقه معي بس يا اخي بيضل في جيز مقراء. انا بدي اياك تاخذ السبق لانه بعد ما يشوفوا الناس مرت عمي بالسيرفيز راح يصير ضجه اعلاميه ما لها مثيل. يا شوي للشقفة مريحة عمي اكلتي نص تعال نبيل هون انا خير بعرفك الست عفرة البرعت حماتي تشرفنا وسبت العام اهلا وسهلا خير يا اخي شو في منصور من مجلة الوهج حابب يعمل معك مقابلة مرت عمي ليش شو عاملة؟ على وشك تعملي مأثرة يا مدام اوتي شو هي؟ مأثرة مأثرة عمي لا يعني عمل عظيم مثل بروميثيوس وبرسيوس وهالشلة هي لك السواقة مرت عمي أول مرة راح تسوق سيرفيس بهالبلد رح اعمل معك مقابله بس على شرط تفضلي من هلا عم اقول لك صورتي قدام دعايه جرابات ما بتحطها ولا بتحط اي دعايه ثانيه من 5 نجوم لهلا كل ما عم تكتر اعدائي طبعا طبعا نحن ما بننشر دعايات ابدا والصحف اللي بتنشر دعايات نحن بنحتقرها احتقار شديد الدعايات ما بتهم الغراء بعدين معقول يا مرت عمي انا اجيب لك صحيفه تكون مو ملتزمه استاذ منصور معلش يعني هيك ممكن انا فوت معكم بالمقابله طبعا راي افراد الاسره بهم الغراء راي افراد الاسره بهم الغراء تفضلوا تفضلوا على اوضه الضيوف سيبوني سيبوني مرت عمي سيبوني تعي يا رفاق شوفك منصور ليش زعلاني ليش زعلاني ما بيكفي دفشتوها لاني على الشغله كمان جايب للصحافه مشان الفضيحه تكون مطنطنه ما هيك بالعكس انا جبت الصحافه مشان الشغله تاخذ ابعاد فكريه ما بدي اعتبره مثل اي حدا صعابي اصلا انت ما بيهمك غير الابعاد الفكريه تبعاتك اما مشاعر واحاسيس العالم ما بيهمك بنو شو انا ميسون انا ما كنت افكرك رجعيه ومتخلف لهالدرجه انا كنت افكرك اول وحده رح تقف على مرت عمي مو ضدها انا لو بيطلع بايدي كنت حبست لامي بالغرفه وسكرت عليها بس ما بدي العالم يقولوا عني اني بنت عاقه لا انا شو قلت يا بنت معك هالقرشين بلا ما تجمديهم اشتري فيهم سيرفيس بتنفعي وبتستنفعي طيب مدام بتصور الناحية الاقتصادية اشبعناها خلينا ننتقل على الناحية الفكرية بتم غرة نحن جيلنا يعني انا ونبيل والشلي بسموه جيل الترجمة ليش؟ لان نشأنا على الاعمال المترجمة مثل موباسان وسارتر وكامو وديستوفيسكي وفيشنيفيسكي وستانيسلافيسكي انتو جيلكن على شو نشأت؟ على البرغل فسكي بتضحك كلكم هيك بتضحكوا يعني هذا هو السؤال يعني انا اللي قصدته الزاد المعرفي زاد الوعي شوف لاقول لك شغله انا اللي بتذكره نشأنا نحن على البرغل واحيانا وقت بيكون الدنيا سقاعي برد يعني بنعمل كشك وبندبح وبنعمل كرابيش فسكي فسكي كرابيش فسكي ممكن اخذ لك صوره مدام لا ليش الصور عندي 3 صور راح اجيب لك اياهم على السريع انا استاذ صورني الي قاعدي لهون خليني اخذك فاس فاس يعني مواجهه يا كان بس مدلي ايوه يلا استاذ بعدين هيك خليني اخذك بروفيل بروفيل يعني جنابي تفضلي ايمتى بيطلع صور استاذ بكره مرخي اللي عندي خذيهم بعد الظهر طيب اعطيني عنوان هذا المحل تبعك الاستوديو مشان اروح جيبه استوديو بيت بيت اي طيب لكن يا كان اعطيني عنوان البيت مشان يروح جوزي يجيبه متجوزه بكره ببعث لك هون مع نبيل المغرود مقرود لقيت لك احلى 3 صور عندي خود مين هاي هذا مو انت يا مدام لك لا هاي انا نفسي بس من 20 سنه ما بصير بضل في شغله اسمه غراء ما بصير حكي لا تعملي غراء مرة بعدين القراء يشوفوا واحدة حلوة أحسن ما يشوفوا واحدة شعرها منكوش ما صح اللي يروح على الكوافير أنا يا كان أمي كل يوم بتروح عند الكواية ما لي عرفان داني جاية يا منصور شلون شفت اللي حماتي ما بعتقد راح يشوفوا هذا المادة فضيحة قدام الغراء ليش؟ كل اجاباتها محور حول المصاري فكريا صفر على الشمال ما عندها اهم لا وطني ولا اجتماعي نحن بيعدنا نوعيه من الغراء
انت اشطب الحكي اللي حكيته واكتب الاجوبه من عندك، لا تتقيد بكلامه. انا مش انا خايف مرت عمك تزعل لما تقرا المقال. ما بتزعل، لا تخاف، اصلا مرت عمي ما راح تقرا حتى تزعل. امشي امشي.